بنتكن حلوة. بالحقيقة ابني شاشان صحفي، بيضطر يسافر كتير ليغطي تفاصيل الأخبار، مشان هيك هو تأخر، بس لازم يكون على الطريق. رجاء اشربوا. يا أبارنا تعي شوي. اي جاية عن إذنكن، هلأ برجع. تعملي مثل ما عم قلك. شو صار؟ حكيت معه؟ من مدة عم اتصل برقم وعم يرن بس ما عم يرد علي. بالغتي، ليش تجيبي هالبنت بدون ما تخبري؟ ما بيصير. اوف، لك انت مو فهمان القصة. برأيك انت شاشان رح يوافق لو قلت له؟ ما رح يوافق. لهذا السبب انا عملت كل هذا بشكل سري. اوف، تعرف البنت حلوة وهي متعلمة مع شهادة. بعرف رح تعجبه لشاشان كتير ورح ينسى مانسي اكيد. هنن قاعدين برا، لازم نقعد معهم. تعال. بنتكن حلوة كتير، لو ابني شاشان يشوفها رح يوافق على هذا الزواج فورا. لا أمي، ما رح وافق.